حمد ومصليا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون رئيس الحفلة المؤقت وإخواني الله أريد أن ألقي أمامكم كلمة حول ما أسباب انحطاط المسلمين في العالم أيها المسلمون فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وسارعوا دائما إلى مغفرته ورضوانه في هذه الحفلة المباركة نبحث هزيمتنا في العالم نحن نعرف أن أسباب هزيمتنا كثيرة أين عقيدتنا؟ أين إيماننا؟ نحن نسأل أنفسنا أين كنا في العالم؟ وأين في زماننا هذا؟ أنا لا أستطيع أن أذكر أمامكم أحوال المسلمين في العالم. أين أعراضنا وأموالنا ودماؤنا وبيوتنا ومساجدنا وأوقافنا ومدارسنا؟ إخواني في الله، نبحث عن أسباب ذلة المسلمين في العالم هي كثيرة. لماذا المسلمين في الدل والحول في العالم؟ لأنه قد ضلوا عن سبيل الله عز وجل وسارت السيادة لأهل المنكرة والسيئات. إذا ابتلاهم الله النساء يبكون ويشكون، كم هم الذين يحافظون على الصلوات الخمس بأوقاتها؟ إنهم قليلون بل أقل من القليل، وكثير من المسلمين في الغيبة والنميمة يسعون. كم هم الذين يشتروا الباطل فما من زنا الا وفعلوا، واما الخمر فقد شربه، واما الربا فقد اكله، واما الرشوات فقد استباحوه. والمسلمون يصفقون الامثال هؤلاء ولا يغيرون المنكر والسيئات. وبعد ذلك اذا ابتلاهم الله بمثال يبكون ويشكون بسبب انتشار المعاصي والسيئات والمنكرات. اذا ابتلاهم الله بمثال يبكون ويشكون عجابا، والله ان الزمان لا يفسد الا بفساد اهله. ان صلح الناس كان الزمان صالحا، وان فسد الناس كان الزمان فاسدا. فان فساد الناس وهلك الامم انما يبكون ويشكون بسبب انتشار المعاصي والسيئات والمنكرات، كما قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس.